وننتقل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث استهل سوق أبو ظبي المال أولى جلسات الأسبوع على صعود كبير بنسبة 2.8% عند مستوى 10136 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية مليار درهم فاصل 545 مليون. ومن أصل 51 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 24 شركة بينما انخفضت أسهم 22 شركة وبقيت 5 شركات على ثبات. وعلى صعيد الأسهم المرتفعة، تصدر سهم الشركة العالمية القابضة قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 5.26% ليغلق عند 340 درهما. تلا سهم شركة جي اف اتش المالية بنسبة 3.77% يغلق عند درهم فاصل 10. كما أغلق سهم مصرف الشارقة الإسلامي مرتفعا بنسبة 2.2% يغلق عند درهم فاصل 86. وتصدر سهم شركة أبو ظبي للموانئ قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة 6.82% يغلق عند 4.92 دراهم. أما في سوق دبي المالي، فقد أغلق المؤشر العام أيضا باللون الأخضر بنسبة بلغت 0.94% ليغلق عند مستوى 3348 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 251 مليون درهم. ومن أصل 29 شركة تم تداولها اليوم، ارتفعت أسهم 16 شركة بينما انخفضت أسهم 12 شركة وبقيت شركة واحدة على ثبات. وارتفع سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 14.78% يغلق عند 3.65 دراهم. كما ارتفع سهم شركة دبي للاستثمار بنسبة 5.60% يغلق عند 2.45 دراهم. كما صعد سهم شركة جي اف اتش المالية بنسبة 3.73% يغلق عند 1.11 دراهم. بينما أغلق سهم شركة الإسلامية العربية للتأمين منخفضا بنسبة 8.21% عند 0.50 دراهم. وعلى صعيد نتائج أعمال الشركات، ارتفعت أرباح شركة أدنوك للتوزيع التي تعمل في مجال توزيع الوقود في دولة الإمارات لتصل إلى مليار درهم و500 مليون بنهاية النصف الأول من عام 2022، مقارنة بأرباح قدرها مليار درهم فاصل 100 مليون تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2021. ويعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 65% مقارنة بالنصف الأول، ونتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام. فيما قفز سهم الشركة العالمية القابضة المدرج في بورصة أبوظبي بنسبة زادت على 5% خلال تعاملات اليوم الاثنين، يصل سعر السهم إلى 340 درهما، وذلك قبل الإعلان عن النتائج المالية للنصف الأول من عام 2022. وسجل السهم حجم تداول بنحو 1,191,000 بقيمة 398 مليون درهم و619,000، بينما تجاوزت القيمة السوقية للشركة 612 مليار درهم للمرة الأولى. ولتحليل أبرز ما جاء في البورصة المصرية وأسواق المال الإماراتية، ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة منى مصطفى، مدير التداول بشركة عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية. مرحبا بكم على قناة أزهري، برنامج أرقام وأسواق. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذة منى. طيب، خلينا ننتقل لأسواق المال الإماراتية والتي سيطر عليها اللون الأخضر، ونبدأ من بورصة أبوظبي والتي شهدت ارتفاعات ملحوظة. ما تحليل حضرتك لأداء الجلسة وأيضا أبرز ما جاء فيها من أحداث؟ بص، يعني الأسواق الإمارات هي يعني يعتبر الحصان الأسود لأسواق المال العربية بشكل كبير خلال مش الشهور اللي فاتت، ولكن خلال السنتين اللي فاتوا. فهي بتستكمل الأداء القوي اللي هي كانت بادئة من بدري جدا، شايفين إعادة لوجود المستثمر الأجنبي بشكل قوي جدا في المؤشرات وفي الأسواق.
من بعد عمليات جني الأرباح اللي هي كانت بتشوفها على مدار الشهرين اللي فاتوا. يمكن احنا أعلى مستويات جبناها كان أواخر إبريل أول مايو، فبالتالي وبعدين بدأنا نشوف عمليات جني أرباح، وقدرنا ان احنا يعني او قدر المؤشر ان هو يستبرد بشكل عالي جدا على مستويات الدعم، وبدأنا نشوف رجوع تاني. عايزين بس يعني الفكرة الرئيسية او التريجر الاساسي في الإيجابية المفرطة لأداء الأسواق الإمارات بشكل عام هو انعكاس للأداء الحكومي او الاقتصاد الكلي للدولة. انت بتشوفي نمو كبير جدا للاقتصاد الكلي للدولة، بتشوفي توسعات كبيرة جدا سواء بقى للاقتصاد الكلي او على الاقتصاد الجزئي الخاص بالشركات وبالسيكتورز الموجودة هناك، وبالتالي ده عامل جذب قوي جدا للمستثمر الاجنبي، وغير لي من تركيبة المستثمر اللي موجود في السوق. فبعد ما كان مستثمر فرد بيدور على ان هو يعمل بيدور على الشركات اللي بتعمل مثلا نتائج ارباح، او بيدور على العوائد المضاربية والعوائد من توزيعات الأرباح، لا هو بدأ يكون بيدور على العوائد اللي جاية من رؤوس الأموال المستثمرة بشكل طويل. فده بدأ يعمل لي سبوتنج قوي جدا على الشركات القائدة. انت النهاردة بتشوفي أبو ظبي بيعمل لي مليار و500 مليون درهم، طالع بأكتر من او ما يقارب من 2% على مستوى ليه، يمكن بيقارب او يعني على اعتاب اعلى مستوى ليه في التاريخ. احنا بنسجل 10103 نقطه، وبالتالي طبعا كان في بعض الايجابيه اللي في السوق، او يعني كان في الاخبار الايجابيه مختصه بالشركات ونتائج الاعمال النصفيه الايجابيه جدا، وتوقعات لتوزيع ارباح بشكل كبير، وحتى الشركات اللي مش معلن عن نتائجها كان في توقع كبير او في موجه تفاؤل كده بالتوقعات الارباح اللي ممكن توزعها. طيب، سهم الشركة العالمية القابضة المدرج في بورصة ابو ظبي قفز بنسبه زادت على 5% خلال تعاملات اليوم، وذلك قبل الإعلان عن النتائج المالية للنصف الأول من العام. ما الأسباب الصعود وتحليلك للسهم أستاذة منى؟ بصي، النهارده يمكن هو أعلى سهم أو أكبر نسبة صعود في السوق الإمارات النهارده، مستحوذ على ثلث قيم التداولات. يعني إحنا بنتكلم في مليار 500، هو مستحوذ على ثلث التداولات دي، بالرغم من إن مثلا هم ال 50% من تداولات أبو ظبي النهارده هي متركزة في 5 أسهم، ولكن هو كان النجم بتاع جلسة النهارده كان فيه طبعا احنا بنتكلم في بدايه هو هيطرح بيور هيلث خلال الربع الثالث، فاحنا منتظرين الطرح ده يبدا ان هو يتعلن عنه يعني خلال يوم او الثاني. الشركه بتعمل لي نتائج ارباح قويه جدا، عندها نمو قوي جدا في الارباح بتاعتها، فطبيعي ان هي تبدا تجذب المستثمرين ليها. نعم. طب توقعات حضرتك ايه لاداء السهم الفتره المقبله؟ لا، هو توقع طبعا ايجابي جدا، احنا مكملين ان شاء الله، يعني احنا السهم في اتجاه صاعد، وبالتالي احنا مع الاتجاه حتى نهايته يعني. طيب استاذه منى، يعني سوق دبي ارتفع ايضا ولكن بوتيره اقل من ابو ظبي، ما تقييمك؟ بصي، هو سوق دبي الى حد ما دايما ورا ابو ظبي بخطوه او اتنين، بالرغم من ان هو عمل برضو اداء كويس جدا خلال جلسة النهاردة. احنا بنتكلم انه طالع اراوند 1% عند 3300 نقطة، ويمكن ده رقم جديد على المؤشر، بنحاول ان احنا نعوض بيه بعض من جني الارباح اللي فات. النجم برضو او المسيطر على الاداء الايجابي هو القطاع العقاري في سوق ابو ظبي، وده اللي بيبدا ان هو اعلني عن نتائج اعمال قويه جدا. يمكن التركز اكتر في الاستثمار العقاري في دبي كان قوي خلال الفترات اللي فاتت، وعلى مدار بقى من كورونا، من حرب روسيا واوكرانيا، يمكن الامارات هي الدوله الاكثر استفاده من خروج رؤوس الاموال او اعاده توجيه وتشكيل رؤوس الاموال. كانت قطاع العقاري ليه نصيب الاسد من الاستثمارات دي، وبالتالي هو بيديني العوائد الايجابيه دلوقتي في توقعات ايجابيه جدا، او يعني احنا مستمرين في ان احنا نتوقع اداء ايجابي جدا للقطاع
وبالتالي هي امباكت على المؤشر. الفكرة كمان ان انت عندك المحرك الاساسي دلوقتي لتشكيلة الضخ او اعادة ضخ رؤوس الاموال والاستثمارات في العالم هي الاخبار الاقتصادية وليس مثلا الاخبار الجيوسياسية او الوضع اخبار الاقتصادي بشكل عام. نعم الوضع الاقتصادي بشكل عام. بالضبط، نعم. المؤشرات الاقتصادية بقى خاصة اللي جاية من أمريكا وجاية من أوروبا، وبالتالي ده إلى حد ما في استقرار نسبي. المستثمر بدأ إن هو يقول لك إحنا عندنا نظرة تفاؤلية للمستقبل القريب، وإن كان المستقبل البعيد لسه عندنا مشاكل في التضخم وفي الركود، ويمكن ده بسبب تراجع أسعار النفط، أو من الواضح يعني على أسعار النفط، ولكن اجمالا انت في المستقبل القريب في نظره استقرار الى حد ما. نعم وبالتالي لما بيكون في النظره دي بيكون في بعض التفاؤل الحذر وسط المستثمرين، وغالبا بيتجهوا بشكل او باخر الى اسواق الاسهم عشان هي الاكثر تفاعلا مع الاخبار، وخاصه نعم يعني هي بتكون الاسرع تعافيه وبتدي لهم ريت اوف ريتيرن اعلى، فبيقدروا ان هم يعوضوا الخسائر اللي بيشوفوها بشكل سريع. وزي ما قلت لك ان الامارات الى حد ما هي مستحوذه بشكل كبير على المحفظه الاستثماريه الاجنبيه الموجهه للشرق الاوسط، وبالتالي وخاصه التركيز على قطاع البنوك، قطاع العقارات، وقطاع الخدمات الماليه، فبالتالي هنبدا نشوف نعم العوائد دي، او هنبدأ نشوف الامباكت ده اكتر بشكل اقوى على الاسهم والسيكتورز دي، او نعم السيكتورز الرئيسية دي بشكل كبير الفترة الجاية. توقعات حضرتك ايه يا استاذة منى لأداء اسواق المال العربية في ظل ارتفاع معدلات الفايدة الأمريكية؟ بصي، هو الفايدة الأمريكية هي كانت محرك لحاجات كتير الفترة اللي فاتت، مش سوق الأسهم بس، أو مش الأسواق العربية بس. طيب التوقع ايه؟ ان احنا المفروض خلال الفتره اللي فات اللي جايه هيكون في تباطؤ لوتيره رفع الفايده، وعليها هيبدا يكون في تحسن للمزاج العام الاستثماري بشكل او باخر، خاصه ان احنا امبارح لقينا في انقلاب لمعدل عائد الفايده الامريكيه، السندات قصيره الاجل بقت اعلى من السندات طويله الاجل، وده زي ما بقول لك هو بيدي نظره تفاؤليه بسيطه كده للمستقبل القريب مع وجود او استمراريه المشاكل، ولكن من تضخم ومن ركود اقتصادي و ولكن بالنسبه للمستثمر دي بقت حاجه قابله للحل، نعم وعليها احنا لازم نبدا نكون في اعاده ترتيب للمحافظ الاستثماريه ديت. الاسواق العربيه خاصه الامارات والسعوديه هيكون يعني نصيبهم محفوظ من الموضوع، خاصه يعني احنا شايفين السوق السعودي شغال على قدم وساق من طروحات ومن تعزيز من عمق، ويعني احنا ممكن نقول ان هو بقى هاي فيشن ماركت دلوقتي، ويبدا ان هو ياخد شير كبير في مؤشر مورجان ستانلي للاسواق خلال الفترة الجاية. عندنا السوق المصري احنا بقى نأمل خير ان شاء الله الفترة الجاية ان احنا نشوف بعض القرارات إن شاء الله. المعنية بإعادة الهيكلة وضخ شركات جديدة وطرح شركات جديدة بعد ترتيب كده او إعادة لترتيب لأساسيات السوق لاستقبال الطروحات دي وإنجاحها، وبالتالي نبدأ ان احنا نرجع تاني على الساحة عشان نبدأ ناخد او نقتنص نصيب معقول من الاستثمارات اللي ان شاء الله تتوجه للشرق الأوسط إن شاء الله. نشكر الأستاذة منى مصطفى مدير التداول بشركة عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية على مشاركتها معنا.